السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في شرح جديد النهاردة وهنتكلم فيه عن الإلكترونيات، إزاي تفحص التيار الكهربي عندك في البيت بالظبط عن طريق الأفوميتر. تابع معايا الشرح وما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة لأن الشرح هيعجبك إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. ده جهاز الأفوميتر زي ما أنت شايف كده، ده الأرضي اللي هو السي أو إم، ده الأرضي بتركب فيه الأسمر، وطبعا الأحمر بيركب فيه الفولت، إحنا هنقيس الفولت تمام. بعد كده بلف الدايره لحد 750، لحد رقم 750 ماشي. انا الف الدايره اهو لحد 750 فولت. طبعا انا مش موجود عندي 220، يعني انا اخر هنا 200. طبعا الكهرباء ممكن تكون 220 او اعلى من 200، فممكن يدمر لي الفولت متر ده. انا بخليه على 750 تمام، وبعد كده بقيس التيار بتاعي، بشوف التيار قد ايه كده، بيديني قرايه، يعني الكهرباء حالا 227 226 فولت كده. انا قست التيار بتاعي بالظبط في البيب بتاعي عن طريق جهاز الافوميتر. وبكده انا خلصت، اظن الشرح بسيط جدا ومش محتاج وقت. لو اشوفكم الحلقه الجايه، لو احتجت اي حاجه كلمني في الكومنت هرد عليك. السلام عليكم.